بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الكرام في كل مكان. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع المحاضرة الثامنة، الجزء الأول من هذه المحاضرة في استكمال سلسلة محاضرات مولكولار اندوكرينولوجي. وكما تعودنا بنستعرض مع بعض ما تم شرحه وتسجيله من رؤوس مواضيع وعناوين خاصة بتصميم هذا المقرر اللي ذكرنا سابقا أنه مقرر بيتم تدريسه لبعض طلاب الدراسات العليا في بعض الجامعات المصرية، تمهيد الماجستير وبعض الدبلومات الخاصة بالعلوم البيولوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عمل صالح وعلم ينتفع به لنا جميعا. هنستعرض مع بعض في الشريحتين القادمتين ما تم دراسته وما سوف يتم شرحه في هذه المحاضرة. نذكر مع بعض ما تم دراسته خلال الفترة الماضية وشرحه. تحدثنا في الجزء أو المحاضرة الأولى Introduction Cellular Chemical Signaling Control of Endocrine System Activity Principal Functions of the Endocrine System، ثم انتقلنا إلى الحديث ببعض التفاصيل وبعض المعلومات الأساسية عن المين Chemical Messengers اللي موجودة في جسمنا وهي الهرمونات، واتكلمنا عن المين Characters of Hormones Receptors and Target Cells Principal functions of hormones, the chemistry of hormones, the control of hormone activity, the hormone mode of action. وممكن طلابنا الكرام يرجعوا لهذه المحاضرات حتى يتذكروا هذه المعلومات الأساسية التي سيبنى عليها الأجزاء الأخرى من. استكملنا مع شرح موجز للمين اندوكراين سيستم اوف فيرتبريتس من للهيومن بينج، واتكلمنا عن بعض المعلومات الخاصه بالكلاسيكال اندوكراين جلاند such as hypothalamus anterior pituitary gland and posterior pituitary gland thyroid gland and parathyroid gland pancreas and adrenal cortex and adrenal medulla. بعد كده اتكلمنا عن موضوع مهم خاص بالcoordination of body function by chemical messengers، ودي أساس الكورس أو أساس مفهوم الاندوكرينولوجي اللي هو عملية استخدام الchemical messengers اللي هي الهرمونات في تنظيم وتكامل عمل وظائف أعضاء وخلايا الجسم المختلفة بالupper regulation mechanism by central nervous system. ثم تحدثنا عن الفيسيولوجيكال اند مولكولار فانكشن اوف جروث هرمون، وده شرحناه تقريبا في ثلاث محاضرات. وبدانا من المحاضره الماضيه شرح جزء الخاص بالفيسيولوجيكال اند مولكولار فانكشن اوف ثايرويد هرمونز، نستكملها مع بعض هذه المحاضره ان شاء الله تعالى. الجزء الاول المحاضره الثامنه، والجزء الثاني المحاضرة الثامنة، ثم المحاضرة التاسعة إن شاء الله تعالى إذا لم نستكمل هذا الجزء في المحاضرة الثامنة. هيتبقى عندنا الفيسيولوجيكال اند مولكولار فانكشن اوف جلوكوكورتيكويدز، وكده بنستكمل متطلبات هذا المقرر. إن شاء الله تعالى نوعدكم إن إحنا نعمل سلسلة تانية من المحاضرات لباقي مجموعات الهرمونات المهمة عندنا. عندنا physiological and molecular function of thyroid hormones. بنذكر بالثيرويد هرمونز والثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند اللوكيشن بتاعها in front of the trachea and is regulated by the release of two hormones from the hypothalamus. The first one known as thyrotropin releasing hormone that affect anterior pituitary gland secreting thyroid stimulating hormone. This hormone travels through blood and affect all the aspects of senses and release of T3 and T4 mainly.
When T3 and T4 released in circulation, it has adverse effect on almost all tissue and cells of the body. This effect include increased metabolism generally, growth and development physiological effect, and increased catecholamine effect. والكاتيكولامين مجموعة من الهرمونات تسمى الأدرينالين والنور أدرينالين يتم إفرازهم من الأدرينال مظلة. طبعا في هرمون ثالث ذكرناه المحاضرة الماضية اسمه كالسيتوناين، وده ملوش علاقة بتأثير أو بالإفراز من الهيبوثالاموس والأنتيروبيتوتري جلاند، لكن تأثيره يرتبط بتركيز الكالسيوم في الدم، ووظيفته الأساسية هوميوستاسيس أوف كالسيوم كونسنتريشن إن بلاد. فاحنا هنا هنركز على التي 3 والتي 4 في المحاضرات بتاعتنا ليهم، لأن ليهم زي ما قلنا أدفيرس physiological function على الميتابوليزم mainly وعلى الجروس وعلى الديفلوبمنت في كثير من خلايا جسمنا. زي ما تعودنا بنعمل فيديو او بنستخدم احد الفيديوهات، الرابط بتاعه موجود على الشاشة. هذا الفيديو هيدينا عرض تقديمي للميجور effect of T3 and T4. زي العنوان T3 and T4 have varieties of physiological effects، هنذكر بس العناوين بتاعتنا. كمان في حالة الزيادة أو النقصان ممكن يحصل عندنا إيه من مشاكل في بعض أعضاء الجسم. نبتدي نشوف الفيديو. عندنا أدي T3 والT4 لما يتم إفرازهم في الدم بيذهبوا إلى الجسم، هيحصل عندي metabolic effect. هذا الميتابوليك effect اللي موجود هيبقى له علاقة نقول تاني هيبقى له علاقة بالنيروجيكال افكت والسكيليتال ماسل والماسكولار افكت. لما بيحصل عندي يمكن معلش الفيديو بنشوفه مرتين ثلاثة، ميتابوليك ريت هو اللي بيزيد، كمان له نيروجيكال افكت وسكيليتال ماسل افكت وماسكولار افكت. لو زاد عندي التركيز هيحصل زيادة في الهارت ريت ونقص في الوزن، لو قل عندي التركيز بتاع تي 3 والتي 4 هيحصل سلو سبيتش دراي سكينس وزيادة في الوزن. كمان هيكون عندي مشاكل في مرحلة تكوين الجنين ومرحلة البوست نيتال ديفلوبمنت، هيحصل بعض الديسابيليتيز وهيحصل امبيرد موتور فانكشن في النيرفس سيستم وشورت ستيتشر لانه له علاقه بالجروس لهذه الايه الجنين. مينلي الافكت بيبقى جينوميك ريجوليشن، كل التاثيرات اللي احنا هنشوفها بتبدا بجينوميك ريجوليشن للدي ان ايه اكسبريشن اللي عشان يعمل لي ترانسكريبشن لماسنجر ار ان ايز كتيره قوي، اللي حصلت ترانسليشن لديفرنت كايند اوف بروتينز enzymes, structural proteins, transport proteins, whatever. كمان هذه البروتينز بتأثر على زي ما قلنا النيروجيكال فانكشن والجروس وبعض الوظائف الأخرى اللي احنا هنتكلم عليها. يبقى mainly T3 والT4 have genomic regulation or genomic activating effect. In the last lecture we explained the formation and secretion of the thyroid hormone. بنذكر مع بعضنا طلابنا الكرام اللي عايز يرجع لهذا الجزء المهم. The purpose of this lecture is to discuss the metabolic function of T3 and T4. يبقى ده الهدف الرئيسي من هذه المحاضرة، والجزء الأول والجزء الثاني إن شاء الله هنسجله لاحقا. هنشوف برضو فيديو ملخص لهذا الأمر عشان نستحضر المعلومات اللي هنشوفها بالانيميشن والصور والحركة في ذهننا لما نيجي نتكلم عن التفاصيل في السلايدز اللاحقة إن شاء الله تعالى. نشوف مع بعض الفيديو. T3 والT4 تراي أيودوسيرونين والثيروكسين، هنقول بعض مقارنات بينهم هنا. إن T3 عندنا هو المور أكتف زان T4، رغم إن T4 هو اللي concentration بتاعه عالي لحظة الإفراز من الثيرويد جلاند. مور بيولوجيكالي أكتف ده T3 وده اللي بتتعامل معه التارجت سيل، لكن T4 higher binding affinity to بلازما بروتين وده بيعمل delay للريليز بتاعه. T4 converts to T3 in all cell entry تمام للتارجت سيل. عندنا كمان T3 له ميزة higher binding affinity to thyroid hormone receptor، وعشان كده بنقول عليه biologically active
وعشان كده بيحصل له كونفرجن داخل الخلية. الكونفرجن بيتم ازاي؟ طبعا من الدم بيتم الانتقال خلال ترانسبورتر، بروتين ترانسبورتر بيسمى الام سي تي، وده نوعين، نوع 8 ونوع 10 حسب نوع الخلايا اللي موجودة عندي، ام سي تي 8 وام سي تي 10. والمعظم الخلايا بتستخدم الام سي تي 10 اللي هو المونو كاربوكسيليت ترانسبورتر. ترانسبورتر ده بروتين على فكرة، والبروتينات كلها بيلعب دور في تكوينها او في تحفيز تكوينها الثايرويد جلاند مع بعض الهرمونات الاخرى. يبقى احنا كده شفنا في الفيديو T3 وT4 الفروقات اللي ما بينهم من ناحيه البايندنج بالبروتينات في البلازما، ثم ازاي ان T3 هو مور بيولوجيكالي اكتيف وانه له هاير افينيتي فور ريسبتورز انسايد ذا تارجت سيل بايندنج افينيتي، وان T4 بيتحول للT3 داخل الخلية، وده هنتفرج عليه برضو لاحقا او هنشوفه لاحقا. عندنا الصورة الجميلة دي بيتلخص لي برضو بعض المعلومات المهمة اللي تغني عن كلام كتير ممكن يتكتب. Action of T3 and T4 on target cell. زي ما احنا قلنا ده مجرى الدم، ده البلاد بلازما بيسافر فيه T3 والT4. طبعا T4 الاكثر تركيزا اللي هو تقريبا 90% 99% تركيزا و10% T3. ال 99% من T4 is bound to ايه بقى؟ ثيروكسين بايندينج جلوبولين. ونفس الكلام T3 برضو ده المين بايندينج جلوبولين. فين؟ في البلازما. فين؟ في البلازما. الاثنين هيخشوا الخليه بطريقتين، طريقه السيمبل ديفيوجن عشان هم لايبوفيليك، ادي السهم اهو دخل T3 سهم T3، او عن طريق الترانسبورتر اللي هو بيحفز بالانتقال من التركيزات العاليه للتركيزات الاقل. وزي ما قلنا في عندي نوعين، الام اس تي 8 والام اس تي 10، لكن معظم الخلايا بتستخدم الام اس تي 8، وزي ما قلنا الاختلاف هيبقى حسب نوع التارجت سيل. خلاص الاثنين دخلوا عندي جوه السيتوبلازم، لغايه دلوقتي ما لهمش شغل، لغايه دلوقتي ما لهمش شغل. الشغل يبدا امتى؟ لما يرتبطوا بالريسبتور. كمية T3 اللي بتخش عندي بتبقى قليلة، اللي هي فري T3 دخلت عندي هنا، مش فري يعني كان هي كانت مربوطة ببروتين بس دخلت هنا أصبحت فري. وعلى فكرة أذكركم بالمعلومة، T3 البايندينج بتاعه بالجلوبولين أضعف من البايندينج بتاع T4، عشان كده T4 بيقعد وقت طويل في البلازما ويحصل له سلو ريليز، ياخد وقت كده، وده اللي بيخلي عندي continuous concentration من T4 في البلازما يعمل supply مستمر لفترات طويلة لمين؟ للتارجت سيل. طب T3 هنا اللي عندي لما هيخش هيعمل ايه؟ T3 لما هيخش خلاص هو جاهز، وقلنا عنده high binding affinity لمين؟ للريسبتور، والريسبتور موجود داخل النواة مش في السيتوبلازم. طيب ده T3 دخل وارتبط مع الريسبتور. طب هننزل تحت قبل ما نكمل هيعمل ايه الريسبتور، نشوف T4. T4 تركيزاته اللي عاليه بتدخل عندي، T4 اللي هنا لازم يتم تحويله لمين؟ لازم يتم تحويله T3. ادي عندي اهي، ادي الكيرف اهو، كيرف بيقول لي ايه؟ كيرف بيقول لي عندي في انزيم اسمه دي ايودينيز، والسهم اهو هيطلع يود ويتحول لT3، ويبقى عندي مور T3 مع الوقت. كل T3 يتكون يخش عندي يعمل ايه؟ يخش يرتبط بالريسبتور اللي موجود عندي. الريسبتور اللي هنا اسمه ثايرويد هرمون ريسبتور، ده ريسبتور عادي لكنه لا يعمل الا بانهانسمنت او نوع من التحفيز بريسبتور اخر اسمه ريتينويد اكس ريسبتور RXR، وده مميز قوي لعمل الثايرويد هرمون. يبقى ده الريسبتور الاصلي، وده ريسبتور زياده بيساعد على الارتباط على منطقة معينة على الجين المطلوب على الدبل ستراند دي ان ايه. ده الدي ان ايه العادي اللي موجود عليه مجموعة من الجينات الكبيرة جدا. فهنا عندي الرسالة اللي جاية مقصود بها جين معين، فالجين ده بيتعرف عليه بحاجة اسمها الثايرويد ريسبونس إليمنت، هنشوفه بعد كده. منطقة البداية هنا حصل انهانسمنت بالار اكس ار، حصل ايه؟ بسهوله اللي احنا شرحناه كتير قبل كده، يحصل ترانسكريبشن، دي اول خطوه، ترانسكريبشن لماسنجر ار ان اي، وهنا يتعدد الماسنجرز ار ان ايز،
تتعدد ليه؟ لان انا عندي different kinds of proteins الخلايا محتاجاها، وكمان عمليات الجروس بتاعة الخلية نفسها. خلاص المسنجر ار ان ايه اتكون عندي، هيطلع منه الانواع اللي اتكونت او الديفرنت فورمز اللي اتكون، كل واحد شايل شفرة معينة، هيطلع عشان شغله بره فين؟ عملية الترانسليشن داخل السيتوبلازم مع الريبوزومز، مش باينة هنا في الصورة، لكن النت ريزلت ايه بقى؟ النت ريزلت انكريز ذا ميتابوليك ريت اوف ذا بودي ثرو ايه؟ زيادة النشاط اوف صوديوم بوتاسيوم بامب، وده هنشرحه. زيادة نشاط ده البامب دي بيحركها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، وده انزيم بيتم تكوينه عشان يحفز البامب دي عشان عملية تبادل الصوديوم بوتاسيوم ما بين غشاء الخلية. عملية الجلوكو نيوجينيك انزيمز، جلوكو نيوجينيك انزيمز، الانزيم المسؤولة او الانزيمز مجموعة الانزيمات المسؤولة عن عملية الجلوكو نيوجينيك افكت، اللي هي تخليق، ايوه تخليق الكربوهيدرات من مصدر غير كربوهيدرات من الفاتس ومن الامينو اسيدز عشان ازود معدل السكر في الدم. ريسبيراتوري انزيمز بيزودها ويزود الريت اوف ريسبيريشن. مايوسين هيفي تشين دي الخاصه بالبروتين العضلات. بيتا ادرينرجيك ريسبتورز اللي هي الريسبتورز الخاصه بمين؟ الخاصه بالادرينالين والنور ادرينالين، عشان كده قلنا في الاول بيعمل انهانسمنت للكاتيكولامينز لانه بيكون ريسبتورز كتيره ليها، ريسبتورز عباره عن بروتينات. تمام. ميني اذرز فانكشن، وده اللي هنتكلم عليه خلال هذه المحاضره والمحاضره القادمة. يبقى ده تلخيص للقصة اللي خاصة بإيه بقى؟ بالفيسيولوجيكال افكت اوف ثيرويد هرمون، وهنركز على الميتابوليك اكشن ثم نتكلم عن باقي الايه الوظائف. نبدأ بأول حاجة مهمة، thyroid hormones have slow onset اللي هو slow start، بداية فيها تأخير شوية داخل الخلية، بداية عمله بتاخد شوية وقت، بيسموها latent period، فترة كمون أو فترة تحضير، and long duration of action كمان بياخد وقت طويل بقى داخل الخلية لإظهار تأثيره. تجربة بسيطة حصلت أثبتت هذا التأثير، after injection of a large quantity of T4 بعد حقن كميه كبيره من التي 4 لاحد الاشخاص انت هيومن بينج. طبعا التي 4 بنحقنه ليه؟ ما بنحقنش التي 3 رغم ان احنا قلنا التي 3 هو المور اكتف، لكن التي 4 عشان يمشي في الدم احنا بنحقن عايزينه يبقى يمشي في الدم زي المصدر الطبيعي افرازه من الثيرويد جلاند عشان يروح لتارجت سيل. التي 4 هو اللي البايندنج افينيتي بتاعته عاليه مع مين؟ مع الجلوبولين، وبيبقى الريليز بتاعه سلو، وبالتالي يبقى بحافظ على تركيزات عاليه من التي 4 في الدم اثناء عمليه وجود الكميه اللي احنا حقناها وهي كميه محسوبه. هيحصل ايه بقى بعد الانجكشن؟ لارج كوانتيتي اوف تي 4 انتو هيومن بينج اسينشالي نو افكت، نو ما بيحصلش اي افكت اون ذا ميتابوليك ريت كان بي ديتكتد فور 2 اند 3 دايز، بيحصل عندي ما بشوفش اي تاثير ملحوظ على زياده الميتابوليك ريت او البيزل ميتابوليك ريت خلال يومين او ثلاثه من بعد الحقن. زير باي دومينستريتنج ذات ذير از ا لونج ليتنت بيريود، في فتره كمون او فتره استراحه او فتره عدم نشاط تستمر من يومين لثلاثه الى ان يبدا يظهر عندي التاثير على الميتابوليزم بيفور تي 4 اكتيفيتي بيجنز. شوف عندنا هنا الكيرف اللي عندي، متعود نقرا الكيرفات، انا عندي هنا في الفيرتيكال بار والهوريزونتال بار، الهوريزونتال بار ده التاثير بالايام والفيرتيكال بار معدل زياده مين؟ البيزل ميتابوليك ريت. حقنا عند زيرو داي الكميه بتاعه الثيروكسين زي ما انتم شايفين كده، ها التاثير ما طلعش على طول لفوق، التاثير خد ها لو مشينا كده هنلاقي يومين ثلاثه عشان السلوب كده كويس، وابتدى يطلع لأعلى معدل له ثم يرجع تاني، ها التأثير ينزل. Once activity does begin، الأكتيفيتي هتبدأ مثلا هنا ماشي بعد يومين ثلاثة، الأكتيفيتي الملحوظة في الميتابوليك ريت
increases progressively and reaches maximum in 10 to 12 days as shown in the figure. وتوصل للماكسيمم بتاعها، ننزل كده بالعمود هنلاقي من 10 ل 12 يوم ها حصل ايه الماكسيمم افكت. يبقى هنا عندي ليتنت بيريود يومين ثلاثه، وعندي الماكسيمم افكت برده من 10 ل 12 يوم، دي فتره زمنيه لونج ديوريشن اوف اكشن، وده الواضح في الفيجر. زير افتر ات ديكريزز ويز ا هاف لايف، هيحصل ديكريز بقى السلوب يبتدي ينزل. هاف لايف الفتره عمر النصف اوف اباوت 15 دايز، هنا الهاف لايف تمام. سم اوف ذا اكتيفيتي بعض الانشطه، وهي انشطه متعدده، بيرزيست فور از لونج از 6 ويكس تو 2 مانثس، يعني 6 ل 8 ويكس في بعض الاكتيفيتيز داخل خلايا معينه في جسم الانسان. طيب ده قلنا الاكشن اللي احنا ابتدينا نقيسه عشان نعرف فعلا هل في بطء في بداية الاكشن، والاكشن بيستمر قد ايه. The action of T3، لو بصينا بقى على T3 اللي هو بيتحول جوه الخلية، occur about 4 times as rapidly as those of T4. T3 يبقى اسرع كتير 4 مرات. With a latent period as short as 6 to 12 hours. هنا كام من يومين لتلاتة؟ هنا ساعات. And maximal cellular activity occurring within 2 to 3 days، هنا كان من 10 ل 12 يوم. شوفوا الفرق، عشان كده بقول 4 مرات هذا التأثير. هنلخص القصة دي مع بعض، أرجو إن ده يكون واضح، ده تلخيص التجربة اللي موجودة عندنا. فبنقول إن عندي الـ T4، نشوف هنا الماركر الـ T4، هنتكلم عليه الأول. الـ T4 no effect for 2-3 days after injection. يبقى احنا هنا بتكلم على ايه؟ latent period. long latent period activity persist او last in 12 او maximally appear in 10 to 12 days، وترجع بعد كده تنزل with a half life of 15 days. بعض التأثيرات in some cases it takes 6 weeks to 2 months or 8 weeks. الهرمون الثاني اللي هو التي 3 اخوه اللي بيكون اساسي داخل الخلايا ده 4 times rapid زي ما قلنا latent period ساعات، والبيك يومين لثلاثه، وهنا كان عندنا البيك كام؟ من 10 ل 12 يوم في التي 4. دي المقارنه ما بين الهرمونين اللي موجودين من الثيرويد جلاند، والعنوان الرئيسي have slow onset or slow start and long duration of action. ما زلنا مع هذا العنوان. Most of the latency and prolonged period of action of these hormones are probably caused by عندي حاجتين. By their binding with protein both in plasma، في عندي الارتباط اللي شرحناه ببروتين البلازما، والسلو ريليز من البلازما للتارجت سيل ان ذا تيشو سيلز، اند ايه بقى كمان؟ عندي بروتين بايندنج بروتين موجود في التارجت سيلز فولد باي زير سلو ريليز من الاثنين بايندنج بروتينز اللي موجودين، سواء كان في البلازما او موجود عندي فين؟ موجود عندي في التارجت سيل. نبص كده ترانسبورت اوف ثايرويد هرمون، نذكر بعض المعلومات ونضيف بعض المعلومات الجديدة. ثيروكسين والترايود ثيرونين T4 وT3 are bound to بلازما بروتين. بلازما بروتين 99% بالبايندنج جلوبيون، والجزء الباقي سوري 99% of thyroid hormones are bound to binding globulin، قلنا ده حوالي بيبقى 70%، و15% في المحاضرة اللي فاتت بالبري ألبومين، و15% للألبومين. الثيرويد هرمونز هاف سلو اونست اند لونج دوريشن اوف اكشن، التي 4 لونج ليتنس بيريود يومين لثلاثه، ماكسيمم 10 ل 12 دايز ده الماكسيمم افكت، تي 3 ليتنت 6 ل 12 اورز، بنتكلم هنا على اورز، والماكسيمم افكت من يومين الى ثلاثه. الصوره دي يمكن هتوضح لينا كمان الجزئيه اللي بنتكلم عليها اللي هي البايندنج بروتين داخل التارجت سيل. ده البلازما الدم البلاد عندي كويس، ده البروتين الكارير بروتين، فعندي كارير بروتين وبايندنج بروتين عشان نفرق ما بينهم. كارير بروتين اللي هو
الجلوبولين في الدم التي 3 والتي 4 بيمشوا معاه كويس. التي 4 بقى البايندنج بتاعه للكاريبروتين بايندنج قوي شويه ويحصل سلو ريليز، سلو ريليز. حتى هو عامل سهمين هنا انه حتى الشويه اللي بيتحرروا عشان يخشوا في جزء تاني بيرجع يمسك في مين، لان في هاي بايندنج افينيتي مع الكارير بروتين. المهم ان الحصيله التي 4 لما هيخش جوه قلنا هيتحول للتي 3 تمام. التي 3 اللي دخل عندي هنا جزء منه بيخش على الريسبتور بتاعه عشان يشتغل مع الدي ان ايه، وجزء بيتم تخزينه على بايندنج بروتين، ويفضل هنا عندي جزء متخزن على بايندنج بروتين الى ان الخليه تنظم عملها وبما تحتاجه من عمليات ترانسكريبشن وما تحتاجه من ديفرنت كاينز اوف مسنجر ار ان ايه، يحصل ريليز من التي 3 ليبقى فري ويدخل جوه ويعمل الشغل بتاعه بارتباطه بمين؟ بارتباطه بالريسبتور وعمليه الترانسكريبشن لديفرنت كاينز اوف مسنجر ار ان اي وبروتين سينسز والريسبونس النهائي للثايرويد هرمون. فهنا ده بيدي ليتنسي، يدي نوع من انواع الديلي، كمان داخل الخليه يديني وقت زياده ل تحرير التي 3 من البايندنج بروتين، وبالتالي تفضل الخلايا التارجت عندها مخزون وعندها ريسبونس للتي 3 لايام طويله، وقلنا يصل ل 8 اسابيع في بعض الحالات. However we shall see in subsequent discussion that part of the latent period also result from the manner in which this hormone performs their function in the cells in themselves. والمانر يعني ايه؟ يعني عمليات الترانسكريبشن اللي بتاخد مع بعض الجينز وقت معين، وده اللي بيزود كمان من الليتنت بيريود والسلو اونست اللونج ديوريشن اوف اكشن. هنشوف مع بعض المين فور فانكشنز اللي بيتموا، وتحتهم بقى ايه هنتكلم عن تفاصيل. Functions of the thyroid hormones are carried out through the first one which is the most important one, increase the transcription of large numbers of genes. شوفوا كلام، هو بيزود الترانسكريبشن لعدد كبير من الجينز اللي هو الجين اكتيفيشن اللي شفناه في اول فيديو عرضناه عليكم. يبقى دي البدايه، لان الجين اكتيفيشن ده معناه ايه؟ معناه ان انا بتحكم في المحرك الرئيسي للخليه اللي هو الدي ان ايه، اللي دائما وابدا شايل كل المعلومات اللي الخليه بتحتاجها. طبعا الخليه جزء من تشو نسيج، والنسيج جزء من عضو تمام، والعضو جزء من سيستم، وبالتالي في الاخر خالص في محصله نهائيه على السيستمز. اوكي. Increase a variety of cellular metabolic activity following طبعا عملية الجين اكتيفيشن سرو ايه بقى، تكوين بروتينات كتيرة معينة، كل بروتين ليه وظيفة معينة هيؤثر على الميتابوليك اكتيفيتي. كمان هنشوف تأثيره على الريليز اوف انرجي من الميتوكوندريا، كمان له افكت على الجروس وبالذات السكيليتال سيستم شفناها في اول فيديو، كمان بيؤثر على بعض السبيسيفيك بودي ميكانيزمز وهنشرحه، الهارت ريت والهارت باور والسترينس و هنشرحه في المحاضره القادمه. فانا عندي اربع عناوين رئيسيه هنتكلم عليهم تمام. طيب هنشوف هنا مع بعض برضو فيديو له علاقه فانكشنز اوف ذا ثايرويد هرمونز، وفي هذا الفيديو هنبان لينا برضو بعض التفاصيل المهمه هنستحضرها في ذهننا لما نيجي نتكلم عن كل عنوان من العناوين الاربعه اللي عندنا. زي ما احنا عارفين التارجت بتاع او التارجت الخاص بالثايرويد هرمون تي 3 وتي 4 الدي ان ايه اللي موجود في النواه، ده تي تارجت سيل منتظره الثايرويد جلاند هتعمل ريليز للتي 3 والتي 4 فوليكلز. طبعا تي 3 والتي 4 موجودين بالتركيزات اللي قلناهم في الدم، هيخشوا الاثنين عندي حسب الريت اوف بنتريشن اللي هو عملية الاختراق. قلنا T3 أسرع، T4 بياخد وقت شوية، لكن جوه الخلية كل T4 هيتم تحويله لT3 بعملية بتسمى الدي أيودونيز، لأن الT3 محتاج يكون بتركيزات عالية. هنشوف مع بعض هنا رسم، أدي T4 أربع ذرات يود،
معادله بتقول لي في عندي انزيم اسمه الايودو سيرونين دي ايودينيز 5 ايودينيز، لانه بيشتغل على الكربون نمبر 5 في الوحده الثانيه من التيروسين. احنا عارفين ده تيروسين وده تيروسين، تمام، بينهم ببتايد بوند. ده يعمل لي مين؟ يعمل لي التي 4. في ثلاث انواع من الايدونيزس. المهم التارجت ان الوحده الكربون رقم 5 يتشال منه يود، يبقى انا عندي التي 3. نرجع تاني للمود اوف اكشن اللي هيتم عندي، وهنا زي ما بقول كده خلاص الخلايا بتنور عندي، معناها التي 3 ابتدى يخش عندي داخل النواه. هيرتبط مع اثنين ريسبتور، الريسبتور الاول اللي هو الريسبتور الاصلي بتاعه، والريسبتور الثاني اسمه ريتينويد اكس ريسبتور. تمام، ريتينويد اكس ريسبتور ده بيعمل انهانسمنت لارتباط التي 3 بالريسبتور الاصلي عشان ياخده ويروح على منطقه معينه بتسمى ايه بقى؟ بتسمى هرمون ريسبونس اليمنت، ودي البدايه بتاعه اي جين هيتم عمليه الترانسكريبشن عليه. Transcriptions of messenger on a large number of messenger RNAs. Messenger RNAs شغلها كله في السيتوبلازم. Translation to different kinds of proteins. والdifferent kinds of proteins دي هي اللي هتعمل ايه بقى؟ هي اللي هتعمل الشغل. يبقى الفينومينا بتسمى ايه؟ الجين اكتيفيشن. البروتينز المختلفة تلخيصا: thyroid specific effect induces growth, induces CNS central nervous system development, cardiovascular, increased cardiac output, increased tissue blood flow, increased heart rate, increased respiration, metabolism, increased oxygen consumption, glucose absorption, lipolysis, basal metabolic rate. شوفوا كل دي cardiovascular وميتابوليك effect. هنتكلم عن بعض هذه الأمور، لكن احنا في المحاضرة الحالية هنتكلم عن الموضوعين الأساسيين دول عشان تبقى المحاضرة كده بسيطة، ونتكلم إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة على الـ two major functions اللي باقيين عندي. أفكركم قبل ما ننتقل للسلايد الجاي، أنا عندي different kinds of proteins. البروتينز دي هتنفولف في كل الفانكشنز دي عندي، تمام؟ specific effect growth ده حاجة، induce CNS development وده مهم جدا بالذات في الجنين، cardiovascular effect هنشرحه في المحاضرة الجاية بتفاصيل، metabolic effects oxygen consumption, glucose absorption, lipolysis, basal metabolic rate، كل دي functions بيقوم بيها الثيرويد هرمون following عملية الايه؟ الجين activation اللي هي البداية عندي. نبدأ مع أول function: thyroid hormone increase the transcription of large numbers of genes. ركز large numbers of genes. The general effect of thyroid hormone is to activate nuclear transcription of large numbers of genes. اللي هو gene activation. الصور اللي عندنا اللي برضو بتخلينا حاضرين ذهنيا واحنا بنشتغل. ادي الثيرويد هرمون مسك مع الريسبتور والريتينويد اكس ريسبتور على المنطقه بتاعه ثيرويد هرمون ريسبونس اليمنت، هيعمل جين اكتيفيشن جين ترانسكريبشن لديفرنت ماسنجر ار ان ايز. قلنا الديفرنت ماسنجر ار ان ايز دي هتبقى ايه بقى عندي؟ بيحصل سينسز اوف نيو بروتينز، سينسز اوف نيو بروتينز اللي احنا لسه شايفينها في الفيديو، هتخش في فرايتي اوف فيسيولوجيكال فانكشن باي ثيرويد هرمون اللي هو الاسم بتاعه اللي هو فيرست ماسنجر. Therefore, following gene activation in virtually all cells, تقريبا في كل خلايا الجسم of the body, great number of proteins, protein enzymes, enzymes طبعا mainly proteins, enzymes مهمة جدا في كل الكاتاليتيك reactions والبيوكيميكال reactions اللي بتحصل عندي، سواء release of energy or respiration or whatever. Structural proteins اللي هي البروتينات التركيبية اللي الخلايا الجسم محتاجاها والجسم محتاجها. Transport proteins، بروتين النواقل اللي هي بتبقى موجودة على أغشية الخلايا وأغشية الأورجانيلز زي ما شفنا الـ MCT8 ده أحسن ترانسبورتر. الريسبتورز اللي هي بتاعة النيرو ترانسميتر والهرمونات، الريسبتورز دي بروتينز برضو تعتبر من التراكيب المهمة اللي بيتم تكوينها برضو بناء على شفرة من جينات معينة. And other substances are synthesized، وده اللي بنقول عليه ايه بقى؟ الكومبليت فيسيولوجيكال فانكشن. زي ما احنا شفنا هنا عندي الميتابوليزم قلناه قبل كده تاثيره على الميتوكوندريا وهنشوف له معلومات او هنتكلم عنه. صوديوم بوتاسيوم اي تي بي اس هنتكلم عنه برضه
ده مهم جدا، زياده الاكسجين كونسبشن. كل السهم ارجو ان هو يكون واضح ليكم، كل السهم عندي هنا ايه؟ كل السهم عندي نحاول نشوف نستخدم الماركرز. كل سهم عندي طالع لفوق الصوديوم اي تي بي ايز، الاكسجين كونسامشن، زياده في الجلوكوز ابسوربشن، جلوكونيوجينيسيس عمليه التخليق، وجلايكونوجينيسيس واللايبوليسيس والبروتين سينسيس والبيزل ميتابوليك ريت. كل دي عباره عن ايه؟ عمليات تحفيز اساسها زياده في الميتابوليك ريت او تاثيرات على عمليات الميتابوليزم. ثم يجي بعد ذلك اللي هو الجزء الخاص وهو جزء مهم على الكاردوفاسكولار، بيزود الكاردوفاسكولار اوربوت والتيشو بلاد فلو والهارت ريت والهارت سترينس والريسبيريشن، كل ده كاردوفاسكولار. ثم بيجي على السي ان اس ديفلوبمنت، وده مهم جدا لتكوين كل المسارات العصبيه والمايلين شيت على النيرفز والاسراع في نمو كل الاعصاب بالذات في المراحل الجنينيه الاولى. ثم عمليات تاثيره على الجروس، عمليات الجروس المختلفه، يعني يمكن ده الصوره الماركر ده مش واضح، ممكن نستخدم ماركر ابيض. الجروس عندي هنا مش واضح ده كمان برضو، بس خلينا نسيبه بقى كده. الجروس كمان له تاثير وهنشوف تاثير على العظم. وميني اذر سيستمز، كل ده مين؟ كل ده من سينسز اوف نيو بروتينز. نرجع كده جين اكتيفيشن، نرجع كده عمليه ارتباط مع ريسبتور، نرجع كده فوق تي 3 وتي 4 جايين منين؟ من الثايرويد جلاند، والباس واي شرحناه قبل كده. ذا نت ريزلت از جنرالايزد increase in functional activity throughout the body اللي هو enhancement of basal metabolic rate. ده النت ريزلت اللي موجود عندي. So the gene activation action of thyroid hormones on target cells of several different body systems are shown in the next figure اللي احنا شرحناه مع بعضه. وزي ما قلنا المحور الرئيسي او الكور بتاعنا الجين اكتيفيشن اكشن اوف تي 3 اند تي 4. ما زلنا مع الفانكشن الاولى اللي هو increased transcription of large number of genes T4 and T3 readily diffuse through the cell membrane. طبعا عارفين وقلنا ليه، عشان هما lipophilic، كمان الترانسبورتر بيساعد دخولهم الخليه بسهوله، فالشغل داخل الخليه وبالذات داخل النواه مش على الغشاء. Much of the T3 deiodinated وده اللي شرحناه to form T3، ودي مرحله مهمه جدا بواسطه الانزيم المهم الديايودينيز which interact with the thyroid hormone receptor. بعد كده يحصل bounding to هيتيرو دايمر ريسبتور اللي هو ريتينويد اكس ريسبتور اوف ذا ثايرويد هرمون ريسبونس المنت، يعني سيكونس كده من الاحداث. حتى في صوره جديده هنا هتبين لنا بعض الملوكلر افكت اللي حصل عندي داخل التارجت سيل. ادي التارجت سيل، ده السيتوبلازم وهنا النواه. سيتوبلازم والنواه زي ما قلنا من اول بنستكشف الشكل اللي عندنا فيه ايه. سيتوبلازم والنواه، ادي التي 3 والتي 4 اللي جايين من بلازما الدم. T3 دخل اكتف لوحده، T4 يتحول ل T3، يبقى عندي T3 هو اللي هيشتغل. نبص هنا على الريسبتور قبل ما يخش T3 اللي هو باللون الاحمر شويه ده. هنا عندي اللي هيحصل، سوري T3 اللي هو المثلث ده، اللي هيحصل عندي ان الريسبتور موجود والريسبتور موجود لكنه في صوره ان اكتف. بواسطه ايه بقى؟ بواسطه حاجه اسمها كو ريبريسور. الكو ريبريسور ده زي ما انتم شايفين ماسك في منطقة معينة على الريسبتور الثيرويد ريسبتور، ومخلي شكله بالمنظر ده، ان الديل بتاعه معكوف لفوق. معلش هستخدم التعبير ده، الديل بتاعه معكوف لفوق. هنا يصبح ايه؟ يصبح نون اكتف ريسبتور، عشان كده عامل علامة اكس، ما بيعملش عملية ترانسكريبشن لانه ما بيرتبطش بالريسبونس اليمنت اللي موجود على الجين، ولذلك هو بعيد عنه. طيب دخل عندي التي 3 على المكان بتاعه اللي هو فيتنج لو اللي هو عمل كومبلكس مع الريسبتور. في اللحظه دي وفي الثانيه دي شوفوا الشكل بقى عندي هنا هيتغير، هيحصل طرد للكو ريبريسور يمشي ويحل مكانه حاجه اسمها كو اكتيفيتور، وده برضو مكون بيتم تكوينه داخل الخليه بروتيني. طبعا الكو اكتيفيتور او انهانسر ده اللي حصل عندي ان هو، شوفوا المنظر عندي ايه بقى، الديل اللي كان معكوف كده لفوق
ايه؟ اصبح العكس عشان يدي مكان للكو اكتيفيتور يمسك. الحدث ده بدا امتى؟ لما تم الارتباط التي 3 بالريسبتور بتاعه، يحصل انجذاب مع الريتينويد اكس ريسبتور عشان يقربه من الريسبونس اليمنت عشان يبدا صح هنا الترانسكريبشن بقى صح، ويحصل الايه؟ التكوين للمسنجر ار ان ايه. يبقى الريتينويد اكس ريسبتور ده عباره عن ايه؟ فورمز هيتيرو دايمر وذ ثايرويد هرمون ريسبتور اند سيجنيفيكانتلي، ده وظيفته. عشان حد يقول الريسبتور الجديد ده ايه وليه مش موجود مع هرمونات تانية، ده وظيفته مع الثايرويد هرمون، يعمل ايه؟ significantly enhances binding of the thyroid hormone response element، عشان يعمل enhancement عشان يجي للايه؟ TRE اللي هي thyroid response element، وقلنا ده عبارة عن short repeated sequence of DNA اللي هو بداية البروموتر بتاع الجين اللي موجود عندي هنا عشان يبدأ عملية الايه؟ الترانسكريبشن وتكوين المسنجر RNA. الـ intracellular thyroid hormone receptors have a very high affinity for T3، وده اللي قلناه، ده داخل عندي الـ intracellular high affinity كويس، وده اللي بيخليه more biologically active. Consequently, more than 90% of the thyroid hormone molecules that bind with the receptor is T3. تمام. This causes either increase or decrease، وطبعا من اللي بيبقى increase or decrease in the transcription of genes that lead to formation of proteins اللي قلناها قبل كده، thus producing the thyroid hormone response of the cell. كويس. يبقى هنا في الصورة الجديدة دي شفنا بس شكل للريسبتور بيتغير شكله ازاي، وكان الريسبتور في حالة وجود او غياب، في حالة غياب التي 3 محتل بحاجة اسمها كو ريبريسور يوقف عمله، تي 3 يتغير شكله ويجي عندي كو اكتيفيتور يبدأ عمله بمساعدة انهانسر اللي هو ريتينويد اكس ريسبتور، والمنطقة اللي بيبتدي الشغل عليها بتسمى الايه؟ هرمون ريسبونس اليمنت، عشان يعمل ترانسكريبشن لارج نمبر اوف مسنجر ار ان ايز، ثم عملية الاكسبريشن او ترانسليشن تو ديفرنت كاينز اوف بروتينز. هنستكمل مع بعض نفس العنوان. The main thyroid hormone receptors are either attached to the DNA genetic strands or located in proximity to them. يبقى معظم او المين thyroid hormone، عشان هشوف minor thyroid hormone receptor موجود على الميتوكوندريا. يبقى المين thyroid hormone receptor are either attached to the DNA genetic strands or يا اما اتشد على الجينيتك ستراند نفسه او موجود قريب من الدي ان ايه. On binding with thyroid hormone the receptors become activated and initiate the transcription process، وده اللي قلناه بس عايزين نعرف معلومه جديده. Then large numbers of different types of messenger RNAs large numbers are formed followed within another few minutes or hours by RNA translation on the cytoplasmic ribosomes to form hundreds of new intracellular proteins. تلخيص الكلام ده ايه؟ تلخيصه تاني عشان احنا بنحاول نكرر المعلومة باكثر من شكل عشان تثبت ان شاء الله في ذهننا. Working mechanism of thyroid hormones، الصورة الجميلة دي اللي بالابيض والاسود بتاعت زمان. T3 and T4 act by binding to nuclear receptor، وقلنا المين ريسبتورز موجودة يا اما هي طبعا داخل النواة قريبة من الدي ان ايه او على الدي ان ايه نفسه. T3 has 10 times affinity of the thyroid receptor as T4. حد يقول يعني T4 ممكن يرتبط او ممكن يرتبط، لان هنا هو ما نفاش ان T4 ممكن يرتبط مع الريسبتور، بس الهاي affinity اللي بتجري بسرعة وتحتل معظم الريسبتور T3. هيحصل ايه بقى نتيجة ده؟ Increase transcription of large number of genes، وقلنا كل جين بقى هيكون مسؤول عن بروتين معين او انزيم معين. Increase senses of great numbers of proteins، ادي هنا عندي T3 ارتبط بالثايرويد ريسبتور وريتينويد اكس ريسبتور على الريسبونس اليمنت اللي موجوده على الجين، بدايه الجين قلنا شورت سيكونس موجود على الجين او في بدايه الجين، ثم الجين هيعمل ايه المسؤول عن الاكسبريشن؟ هيعمل جين اكسبريشن او جين اكتيفيشن، يا اما بالزياده يا اما بالنقصان، لكن في معظم الحالات بتبقى عمليه زياده في الجين اكسبريشن.
It is believed that most, if not all, the action of the thyroid hormone result from the subsequent enzymatic and other function of these new proteins. يبقى الجين اكتيفيشن والنيو بروتينز اللي تم تكوينها في الخلية هي اللي هتعمل لي بقى ايه most if not all the action of thyroid hormone اللي احنا قلناها قبل كده، زيادة في البيزر ميتابوليك ريت، زيادة في الاكسجين كونسومشن، زيادة في الانزيمز بتاعت الريسبيريشن، زيادة في الجروس، زيادة، كل دي نواتج الجين اكتيفيشن، يعني دي العملية الأولى الرئيسية. طيب الفانكشن الثانية اللي هنستعرضها في هذه المحاضرة، ثيرويد هرمون انكريز سيلر ميتابوليك اكتيفيتي، تمام؟ بعد ما عمل الجين اكتيفيشن. The thyroid hormones increase the metabolic activities of almost all the tissues of the body. كويس. يعني مفيش خلية إلا لما هيكون تقريبا ليها علاقة بعملية الزيادة في الميتابوليزم عن طريق الثيرويد هرمون. عشان كده وزي ذكرناه المحاضرة الماضية البيزر ميتابوليك ريت عرفناه كان increase to up 60 to 100% or 100 times above normal when large quantities of the hormone are secreted. وده بيبقى له مشكلة في الهايبرثايرويديزم. The rate of utilization of food for energy is greatly accelerated. طبعا هيبقى معدل استخدام المواد الغذائية اللي كلناها لإنتاج الطاقة بتبقى تزيد، وده بيزود الحرارة في جسمي. Also the rate of protein synthesis is increased. البروتين synthesis طبعا هيحصل له increase، شرحنا ده في الشرايح الماضية. بس في هنا عندي ملحوظة مهمة بقى. At the same time the rate of protein catabolism is also increased. يعني هو بيزود السينسز وبيزود الكاتابوليزم. كاتابوليزم يعني تكسير او استهلاكه في الايه بقى؟ في الجلوكونيوجينيسيس اللي احنا قلنا عليه. خلي بالكوا ده عكس مين؟ الجروس هرمون. الجروس هرمون يزود بروتين سينسز برضو لكن يمنع الكاتابوليزم ويمنع استخدامه في اطلاق الطاقه. عفوا. The growth rate of young people بالذات young people is greatly accelerated باستخدام ال T3 وال T4. عشان كده في اسمه ايه ده؟ قياس مهم للاطفال، الام بيقيسوا الثيرويد جلاند الام الحامل، والطفل بعد ما يتولد بيقيسوا الفانكشن اوف ثيرويد جلاند او تركيز ثيرويد جلاند، لانه مهم جدا في النمو بالذات النمو العقلي والعصبي. The mental processes اهو المينتال بروسيسز اللي هي العمليات العقليه are excited او activated بتزيد، and the activities of most of the other endocrine glands also are increased due to ايه بقى؟ due to الميتابوليك اكتيفيتيز الخاصه او regulated by thyroid hormone. برضو في الصور اللي عندنا فيها تلخيص يمكن تساعد طلابنا اللي عايز ياخد صوره ليها او يشوفها يقراها. main functions thyroid gland regulated او regulate body temperature and weight affect body growth. كل دي العوامل الوظائف العامه. thyroid hormone regulate metabolism mainly اللي هو العنوان بتاعنا زياده في الميتابوليك ريت which is the body ability ده اللي هو تعريف الميتابوليزم to break down food and store it as energy and the ability to break down food into waste product. طبعا هينتج عندي waste product كتير نتيجه عمليه الميتابوليزم with a release of energy in these processes وده بيخلي درجه حراره الجسم ترتفع مش ترتفع عن الطبيعي لكن الحفاظ على حراره الجسم في الاجواء البارده بالذات. thyroid hormone is essential to help each cell in each tissue. شايفين التعبير each cell in each tissue and organ to work right. يبقى انا بتكلم على ايه؟ systems كلها تشتغل صح لو الفيسيولوجيكال فانكشن بتاع الثيرويد هرمون ماشيه سليم ما عنديش مشكله. For example thyroid hormone helps the body to use energy stay warm زي ما قلت لكم خلينا نشعر بالدفء and keep the brain heart muscle and other organs working as they should physiological condition او normal condition ماشيه مظبوط. سبحان رب العالمين. ما زلنا مع هذا العنوان الثيرويد هرمون. هنتكلم بقى على نقطة تانية غير اللي احنا اتكلمنا عليها في الجين اكتيفيشن والمين ريسبتور قلنا موجودة في النواة. في عندي سم ماينور ريسبتورز موجودين في السيتوبلازم على الميتوكوندريا ودول ليهم دور مهم جدا. ثيرويد هرمونز هاف سبيسيفيك ريسبتورز لوكيتد اون ذا ميتوكوندريا ان ذا تارجت سيل. نلاحظ هنا
ادي الميتوكوندريا مرسوم عندي سبيسيفيك ريسبتور لمين؟ للثايرويد هرمون، وطبعا بنتكلم على التي 3. طبعا هنا برضو الصوره بتجمع الاثنين، هنا على الميتوكوندريا وهنا المين افكت على الريسبتور اللي موجود داخل النواه وعمليه الترانسكريبشن وخلافه. طيب هنشوف الصوره دي ميزتها ايه. زي increase the number of activity of mitochondria، بالارتباط ده بتزود الاكتيفيتي بالميتوكوندريا. طب الميتوكوندريا ايه اهم وظيفتها او الوظيفه الرئيسيه بتاعتها في الخليه؟ هي بيت للطاقه، هي مكان تكوين الـ ATP اللي هو مخزون الطاقه في جسمي. طب كل العمليات اللي بتتم في الخليه، كل عمليات الترانسكريبشن دي وتخليق البروتينات، مش يلزمها في الاخر طاقه؟ طب الطاقه دي لو المعدلات دي عاليه، معدلات التخليق دي عاليه، هبقى انا محتاج معدل عالي من الطاقه ولا معدل طبيعي؟ اكيد معدل عالي من الطاقه. فدي احد الوظائف المهمه للثيرويد هرمون، ان هي بتساعد نفسها في اللاين اللي شغاله فيه، اللاين الرئيسي الجين اكتيفيشن وتكوين بروتينز كتيره والتريشن اوف سيلولر اكتيفيتي، محتاج انا طاقه زياده، فهشتغل بجزء من الثيرويد هرمون على الميتوكوندريا اللي هي بيت الطاقه. زي increase the number and activity of mitochondria، يعني تزود عدد التخليق الميتوكوندريا داخل الخليه والاكتيفيتي بتاعتها تزيد، حاجتين العدد والنشاط. When T4 or T3 is given to an animal، ودي تجربه، the mitochondria in most cells of the animal's body، في معظم خلايا جسم هذا الانيمال اللي خد كميه من T3 وT4 increase in size as well as in number، حتى الحجم بيزيد والعدد بيزيد. طبعا الحجم يزيد والعدد بيزيد، يبقى كم الطاقة المتكونة هتزيد. furthermore the total membrane surface area، كمان membrane surface area الداخلية اللي هي external بيتم عليها عمليات الأكسيديشن بالسيتوكرومز والإنزيمز المختلفة، بيحصل إيه؟ increases almost directly in proportion to the increased metabolic rate of the whole animal، وده بيدي ميزة. therefore one of the principal functions of T4 might be simply one of the principal functions of T4، طبعا اللي بتحول لT3، might be simply to increase the number and activity of the mitochondria which in turn increases the rate of formation of ATP to energize، عشان يبقى مصدر طاقة للcellular function. نمشي هنا اللي كان داخل في النواة اللي هو شغل الرئيسي ترانسكريبشن ثم ماسنجر ار ان اس كتيره ثم ترانسليشن اند بروتين سينسز، فيحصل التريشن اوف سيلولر اكتيفيتي. محتاج ايه؟ محتاج دخل معايا طاقه بقى عشان اعمل ايه؟ تارجت سيل ريسبونس. الانكريز الاي تي بي برودكشن عرفنا بقى مصدره منين، زياده حجم وعدد الميتوكوندريا في الخلايا، كمان زيادة الممبرين أو السيرفيس إيريا بتاعت الممبرين اللي بيتم عمليات الأكسدة عليه عشان يتحول عندي الكربوهيدرات أو الجلوكوز لإيه؟ لمزيد من الـ ATP. الشريحة في هذا الجزء من المحاضرة مع الفانكشن الثانية ثيرويد هرمون انكريز سيلر ميتابوليك اكتيفيتي، قلنا ان احد هذه التأثيرات تتعلق بعملية الاكتيف ترانسبورت اوف ايونز ثرو سيل ميمبرين. ثيرويد هرمون انكريز اكتيف ترانسبورت اوف ايونز ثرو سيل ميمبرين، وبيقوم بهذا الامر انزيم مهم جدا من خلال بامب شهيرة قوي. One of the enzymes that increase its activity in response to thyroid hormone is sodium potassium ATPase. هذا الانزيم مهم جدا في تحفيز الصوديوم بوتاسيوم بامب. This in turn لما ده بيزيد في تركيزه، طبعا عارفين هو انزيم بروتين اتكون من الاكتيفيشن او جين اكتيفيشن اللي بسبب زياده او تركيز التي 3 في التارجت سيل. فادي عندي انزيم اهو ناتج من الجين اكتيفيشن، انزيم مهم. هذا الانزيم بيعمل ايه؟ This enzyme in turn increases the rate of transport of both sodium and potassium ions through the cell membrane of some tissue. واحنا عارفين الصوديوم والبوتاسيوم دول مهمين في ايه؟ تمام. هنقول one major target gene of T3، الجين اللي بيروح له T3 احد الجينات طبعا، هو the sodium potassium ATPase pump. كويس، يبقى ده حاجة مهمة جدا. البامب بتعمل ايه؟ pumps sodium and potassium across the cell membrane، بتدخل البوتاسيوم
وتخرج الصوديوم اللي بيحصل له ليكنج ويدخل داخل خلية. ودي عملية مهمة جدا في عمليات النيرف امبلس ترانسميشن، انتقال الإشارة العصبية، ومهمة جدا في الحفاظ على البولاريتي بتاعت السيل ممبرين، انه يبقى بره بالنسبة لجوه البوزيتيف بالنسبة لجوه نيجاتيف، وبالتالي البامب دي بتلعب دور مهم جدا في هذا الامر. Activity of the sodium potassium pump uses up energy، كمان بتستخدم energy وده يولد حرارة عشان تشتغل بامب، مضخة زي المضخة اللي احنا بنستخدمها لرفع المية مثلا في البيت، بتحتاج ايه؟ بتحتاج كهرباء عشان تستهلك طاقة عشان تشتغل. In the form of ATP، وبالتالي بيستخدم ATP، وهنشوف animation للكلام ده. About third of all ATP، حوالي تلت الـ ATP اللي موجودة في الخلايا is used by the sodium potassium ATPase. طبعا اي ATP هيتكسر عشان يخلي المضخة تشتغل هينتج عنه حرارة، خلي بالنا دي في ذهننا. T3 increase senses of sodium potassium pumps markedly increasing ATP consumption، وده يزود في الـ ATP consumption اللي برضو الـ T3 والـ T4 بيكون سبب في زيادة الـ ATP production نتيجة ارتباطهم بالريسبتور اللي موجود على الميتوكوندريا. شوفوا بقى هنا ده دور زيادة الـ ATP من خلال تأثير على الريسبتور على الميتوكوندريا، لأن هي بتستهلك في تلتها بيستهلك بس في عملية البامبنج بتاعت الصوديوم والبوتاسيوم. T3 also acts on mitochondria، أهي مكتوب عندنا كمان في الشارت ده، to increase ATP synthesis اللي احنا شرحناه قبل كده. The resulting increased metabolic rate increases اللي هو thermogenesis اللي هو الهيت برودكشن اللي هو إحساسنا بالدفء ودرجة الحرارة. شوف العملية قد إيه، سبحان الله، عملية جزيئية معقدة نسبيا أو معقدة كليا، لكن في النهاية نواتجها إيه؟ نواتجها مهمة جدا عشان فيسيولوجيا الجسم تبقى منضبطة. نبص مع بعض في التركيب اللي عندي، ده السيل ممبرين، ده الاوتسايد وده الانسايد، دي البامب، ده الصوديوم بوتاسيوم بامب، ادي البامب اللي هي مضخة بتشتغل في الناحيتين، ناحية عشان تخرج الصوديوم ادي ثلاث ذرات صوديوم والاي تي بي اهو، تمام؟ هنشوفها تاني، تخرج وتدخل اثنين بوتاسيوم، ثلاثة صوديوم والاي تي بي اهو، ثلاثة بي هتكسر واحدة عشان دي النشاط، هي خدت الطاقة من الفوسفيت اللي اتكسر هنا عندي، الرابطة طبعا، تمام؟ ادي اهو، تمام، كسر هنا عندي، حصل ايه عندي؟ حصل ان، كويس قوي، اتخرج الصوديوم ودخل البوتاسيوم، ده الاي تي بي از، الانزيم جايب الاي تي بي، هيحصل ايه عندي؟ تاني اقول، هيحصل خروج للصوديوم اللي حصل له ليكنج، ودخول البوتاسيوم بره، حافظ على البولاريتي، بخرج ثلاثة موجب وادخل اثنين موجب، فبزود الموجب بره، تمام؟ بزود البولاريتي بتاعت السيل ممبرين. زي ما انتم شايفين برضو استخدام الاي تي بي، اللي قلنا تلت الاي تي بي اللي في الخليه بيستخدم مضخه شغال على طول، عشان كده بتستهلك جزء نتيجه الاستهلاك ده، جزء درجه الحراره بتطلع نتيجه تكسير الرابطه بتاعت الفوسفيت مع الاثنين فوسفيت التانيين. Because this process uses energy and increase the amount of heat produced in the body، بيكرر المعلومة، it has been suggested that، الاقتراح ايه عندنا؟ This might be one of the mechanisms by which thyroid hormone increases the body metabolic rates، ده اللي بيزود كمان البودي ميتابوليك ريت نتيجة اطلاق الحرارة دي في الخلايا واستهلاك الاي تي بي، وبالتالي الميتابوليزم يبقى في احسن حالاته. In fact thyroid hormone also causes the cell membrane of most cells to become leaky to sodium، ده كمان لقوا ان الثيرويد هرمون بتخلي السيل ممبرين ليكي، ليكي يعني ايه؟ يخلي الصوديوم يخش جوه، عشان ايه؟ عشان المضخه تخرجه، سبحان الله، فيخليه ليكي، يعني لما تركيز الثيرويد هرمون يزيد يخلي الممبرين ده بدل ما كان عنده سيلكتيف ممبرين وشغال ومنع الصوديوم يخش، بس اي صوديوم يخش هنطلعه بالبامب، عندنا بامب تطلعه، فهخليه ليكي كمان زياده عشان يزود ايه بقى؟ ليك تو صوديوم اينز which further activate the sodium pump، عشان يخلي البامب دي بدل ما بتشتغل خمس مرات في الثانيه اخليها تشتغل 10، ليه؟ عشان عملت ليكنج، انت بتطلعي الصوديوم وانا هدخل لك شويه كمان، فتضطري تطلعيه، هدخل لك شويه كمان، فتضطري تطلعيه، وكل مره بتطلعي بتستهلكي طاقه زياده، وكل مره بتستهلكي طاقه زياده بتزودي الميتابوليك ريت والاحساس بحراره الجسم، وده بيعمل increases heat production. أرجو إن هي تكون المحاضرة إن شاء الله تعالى مفهومة، و
إن شاء الله دي الجزء أو ده الجزء الأول، المحاضرة الثامنة إن شاء الله هنتبعه بالجزء الثاني اللي هو خاص باستكمال الـ Physiological Function of Thyroid Hormones. شرحنا في المحاضرة دي زيادة الترانسكريبشن ريت والجين أكتيفيشن، وشرحنا بعض الميتابوليك إفكتس اللي ممكن تحصل نتيجة تكوين البروتينات كتيرة اللي تمت نتيجة التأثير على الـ DNA. عذرا لو في اي تقصير او في اي نوع من انواع اللخبطه في عرض الفيديوهات، حاول نجتهد والله المستعان، يتقبل منا ومنكم العمل، وارجو ان هو يكون ان شاء الله تعالى في موازين حسناتنا جميعا وعلمه ينتفع به، ونسالكم الدعاء، وان شاء الله تعالى نلتقي قريبا مع استكمال سلسله هذه المحاضرات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.